يجي لان احنا شايفين النهارده الارباح كلها مبسوطه وفرحانه. دي حاجه بتسعدني شخصيا ان انا اطمن ان كل الارباح دي تبقى مبسوطه، يبقى بالتالي لينا امل ان شاء الله ان بلدنا بكره احسن، ان انتوا المستقبل اللي جاي زي ما احنا بنقول ان احنا كشباب دلوقتي احنا نص الحاضر وكل المستقبل الجاي، فانتوا ان شاء الله الحاضر والمستقبل يجي كله باذن الله، ودي حاجه تطمني باذن الله وان احنا نطمن على بلدنا. الهدف من الحفل النهارده بتاعتنا مش ان احنا بس نساعدكم وان احنا نفرحكم النهارده، بس احنا جايين في رساله بنقدمها اسمها ارث حلمك. حلمك النهارده زي ما احنا وزعنا في بدايه الحفله كراريس الرسم والالوان على كل طفل يرسم الحلم اللي نفسه يبقى هو عليه. نفسه يشوف بلده فيه، نفسه هو نفسه يبقى ايه لما يكبر، نفسه بلده تبقى ايه. دي حاجه ان شاء الله هنختار احسن 50 احسن 50 رسمه وان شاء الله هيتم تقديمهم في نهايه الحفله. وانا بشكركم جدا وانا سعيد جدا بوجودي معاكم النهارده، شكرا.